السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة بيتي وبناتي. اللي محضرت لكم صابلي اللي اختاريته، وكذلك شكلات اخرين اختاريتهم انا، نتمنى انهم يعجبكم وتجربوهم. ما تنساوش انكم تدعموني باشتراك في القناة وكذلك تفعيل الجرس، والناس اللي بغاو يساعدوني بارطاجيو الفيديو. كذلك ما تنساوش انكم تخليو كومونتير في الفيديو، لانني ملي تنزل فيديو تنتسنى لي كومونتير ديالكم، فنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بهم. دابا من بعد ما نزلنا الفيديو ديال عجينه صابلي، دابا طريقه التزيين وخدمه ديال العجينه ديال صابلي. اختاريت الشكل الاول، انا قطعت الطابعه ديال التميعه، فطبيعه الحال تبقى الاساس هو العجينه وطريقه التزيين. افكار في التزيين، اما الشكل ديال الصابلي فتبقى على حسب كل اخت وشنو متوفر عندها في المنزل ديالها، تقدر تزين به اي نوع ديال الصابلي. فكيف ما تشوف متتحكم في درجه ديال الرق ولا الغل، كل واحد على حسب صابلي واش بغا يكون غليظ ولا رقيق. فهي عجينه سهله الاستعمال بامتياز. صافي البنات، بعد ما غنسالي هذا الشكل هذا، غادي ندوز للشكل الثاني اللي غنستخدم فيه طابع دائري. انا البنات كما تشوفوا استخدمت الطابع الدائري، وهذا صابلي هذا اللي غادي نقطع دابا، هو اللي خليت لكم في الصوره ديال عجينه الصابلي. ف نقطع هذا الحلوه هذه ولا هذا الشكل هذا كامل، وغنديرو الطيب وغندوز للشكل الثالث. اما هنا البنات، فانا غادي نوريكم كيفاش غادي نستخدم هذه الكريمه هذه اللي قلت لكم نحتفظ بها في الاول في العجينه، يعني في الفيديو اللي سابق في فيديو ديال العجينه. فانا تنديرها في البواطه وتنخليها. هذه العجينه تاع صابلي كما شفتوا راه معوده ومخدومه معوده، وكذلك بيتها في الفريكو حتى لغد ليه. ملي غادي نجبدها ترتاح غادي نزيدها معلقه ولا جوج معالق على حسب، وغادي نعاود نعجنها. يعني بحال قلتو هذا الكريمه هذه تنحيو بها العجينه ديالنا من جديد. كيف ما عرفتوا ان صابلي ملي تتخدم وتعاود ملي تندخلو الفران تيتجمع تيتكمش، ملي تنزيدو هذه الكريمه هذه تيبقى صابلي ديالنا بحال الا يلاه تعجن. وكذلك طريقه باش نحتفظوا به في الفريغو، يعني العجينه ملي نعجنو مثلا عييتي من الخدمه وحبستي، غادي تجمعي العجينه وغتلوحيها هي والكريمه في الفريغو، وغتبقى حتى تبغي تخدمي. يعني ولو بقى سيمانه ولا اكثر وقت ما بغيتي تستخدمي العجينه غتعاودي تجبديها تخليها تذوب، وغتضيفي لها من الخليط ديال الكريمه وتترجع عندك العجينه جديده. هذا سر من اسرار صابلي اللي ناجحه 100% واللي غتسهل عليك المأمورية والخدمه تاع صابلي. هنا البنات غادي نورق لكم باش تشوفوا بان العجينه ديالي
رجعت تماما بحال العجينه الاولى اللي خدمت بها، مع انها معاوده وكذلك بيتها في الفريزر. كيف ما تتشوفوا انا خدامه صابلي، ما كاين لا بلاستيك ولا حتى شي حاجه دقيق والمدلق عادي، وتنهزها بالمدلق تنعاود. ولو تقطع لكم ماشي مشكل، دائما نقيو هاد المدلق من العجينه باش ملي تدركو ما يخليش لكم بحال حفار في العجينه ويخسر لكم الديكور تاع صابلي. انا بغيت نوريكم العجينه كيف بقات منسه، يعني ما فعلا كيماش ما حتى شي حاجه، حتى من بعد ما طابت بقى صابلي هو هذا. المهم بنفس العجينه قطعت هاد المربعات، من بعد غادي تشوفوهم كي دايرين في التزيين ديال الحلوه. غادي نقطع بنفس الطريقه، يعني مربعات ماشي مربعات مستطيل، وغادي نحطو يطيب حتى هوايا، ومن بعد نشوف واش باقي عندنا شكل اخر. صراحه نسيت واش بقى عندنا شكل اخر ولا لا. المهم هذا هو الصابلي ديالي بعد ما طيبته، راكم تتشوفوه هذا طيبته مباشره من بعد عجنت العجينه. والصابلي الاخر كله عجنته، يعني بات في الفريغو عاد جبت العجينه وعاودت خدمتها. صافي البنات، انا عندي هذا الشكل، هذا حتى هو غادي نطبعها العجينه بهذا المطبع هذا. طبيعه الحال كل اخت تستعمل الطابع اللي عندها في الدار وتستعمل في التزيين حوايج لموجودين عندها في الدار. هذه اقتراحات وافكار، وانتم خمروا على حسب كل وحده اش نتوجد عندها. انا شكلات البيض كما طلبت مني واحد الاخت انني ندير لهم طريقه تزيين الشوكولاته، فهذا ملون خاص بالشوكولاته. ملي تمشيو تاخذوا ملون، كاين فرق بين ملون العجين وملون الشوكولاته، حيت ملون العجينه ما تيخسر لينا الشوكولاته وما تعطيش اللون في الشوكولاته. غتمشيو عنده تقولوا بين الملون خاص بالشوكولاته، ومن بعد غادي دير واحد الكميه قليله وتبقاو تحركوا، ما حدكم تتحركوا وما حد داك اللون تيطلق. ما تجوش ديروا من تقاو الحين كميه كبيره، حد ما حدكم غتحركوا بمعلقه واللون تيغمق. صافي البنات، غادي نبقى على الطريقه كيف ما تشوفوا، تنمعس مزيان الشوكولاته باش اللون بحال يتحل اللون، يعني يعطيني اللون. انا غادي نزيد باقي شويه ديال الملون وغادي نبقى نحرك. كذلك اللي بغيتو نزينو الصابلي بالالوان اخرى مثلا الخضير، فهو حتى هو تيجي زوين في التزيين، ولا الغوص هاد الشكل حتى هو تيجي بالغوص تعجبني بزاف، هو وزريق يعني اللون زرق، ولا الغوص تيجي في هاد الشكل غزال. صافي البنات، كيما تشوفوا انا عندي هاد اللعيبه تاع البلاستيك اللي خديت، غادي نعمرو بهاد الطريقه هادي. قلت لكم البنات انا غادي نستخدم هاد المعلقه باش غادي نعمر هاد السيليكون ولا هاد البلاستيكات. نتوما غادي نوريكم كيفاش تخدموا الا عندكم كميات كبيره. انا بما ان عندي غير 10 الحبات، فانا عمرته بهاد بالمعلقه، يعني باش ما نعاودش نغسل هذيك القريعه اللي غادي نستخدم بها الشوكولاته البيض والشوكولاته الكحل. صافي البنات، هنا كيف ما غتشوفوا غادي ندير على ما اظن الشوكولاط البيض، فانا غادي نعمر هاد الجوج تاع السيليكون بالشوكولاط البيض. هذا هو الصابلي ديالي كامل بعد البط. بعد البنات غادي نستخدم انا هاد قريعات هادو، راه تيديروا فيهم الكيتشاب والمايونيز صحاب الصناف، وهذا راه تيتباعوا 5 دراهم جوج. هنا خديت هادو تاخذهم في واحد البلاستيك، راه تيتباعوا جوج قلت لكم ب5 دراهم. وما باش تكون تخدمي بهم واحد الخدمه اللي سريعه، ولا عندك كميه كثيره فدغيا تتعمر بهم هاد
سميتو البلاستيكات هادو، من بعد ديرو شي كاس ولا شي غراف هكا فيه الماء طيب، تعاودو تحطوهم في داك الغراف وتخلوهم فيه، راه تيبقى الشكلاط سخون باش ما يعاودش يجمد. تخلوهم في داك الغراف تاع الماء ولا كاس تاع الماء طيب باش يبقى الشكلاط طيب حتى تبغيو تستعملهم مره اخرى. صافي البنات، هنايا دابا غادي نبدا نزين الشكل الاول ديال صابلي. كيف ما شفتوا عندي هنايا اللوز ما حمرتوش وكوكو إفيري حمرته، فانا غادي نبدا نلصق. انا هنا لان كي قلت لكم عندي بياسات صغار لصقت بالشوكولات، اما نتوما من الاحسن انكم تلصقوا بالكوفيتير. علاش؟ حيت تيخليه كوفيتير تيخليه في واحد النسمه زوينه، وتيخليه ما تيقصحش، تيجي واحد بحال قلنا من داخل في ديك النسمه تاع الكوفيتير معسل، ما تيجيش قاصح بحال اللي درنا عليه الشوكولات، فهو تيبقى تيكون قاصح. انا هنا كما عرفتوا غادي ندير كميه قليله، فانا لصقتهم بالشوكولات طريقه سريعه وصافي. وكيف ما تتشوفوا انا كل وحده تنلصقها على ظهرها، يعني ما تنلصقش وحده على وجهها والثانيه على ظهرها هكا، لا بجوج، وحده كل وحده على ظهرها، ظهرها معرفش ظهرها ولا كرشها. المهم الجهه اللي مواليه اللاطه، يعني اللي تنحط في اللاطه هي اللي تنشدهم، تما فين تندير انا كونفيتير ولا ناباج يكون غليان ولا شوكولات. من الاحسن تنفضل الكوفيتير طيب في سنيده ويكون تيتعلق، تلصقوا به صابلي ديالنا من زمان. هذه الطريقه اللي كنا تنستخدمو زمان واللي هي احسن. صافي كما تشوفوا هنا الناباج خديته درتو في قصرونه، درت لي مروين اصفر، خليته طبخ يطبخ مره واحده، يعني هي غلا شويه صافي وحيدته، ما تخليوش بزاف حيت تيولي بحال الدجاج، تيولي قاصح حجره، يعني هاد الناباج ما يطبخش بزاف. صافي البنات كما تشوفوا، فانا تناخذ شويه ناباج وتندير وسط وتنحط عندي الشوكولات الابيض. نتمنى اني ما نكونش تلفتكم في الهضره، على قد ما تنبين نشرح على قد وقيله ما تنتلف. صافي البنات غادي نبقى على هذه الطريقه حتى نسالي هذا الشكل كامل. ومن الاحسن الناباج الى بغيتو تستخدموه لصابلي انكم تطبخوه، يعني هي طبخه وحده، هي جيب هذيك الغليه حيدوه باش تتحيد منه واحد الرطوبه، يعني صابلي اللي خليته الا درت زينته بالناباج ما طبخش ما مطبخش تيفزقو. من الاحسن انه يطبخ ومن بعد تخدميه فهو تيكرم وما تيفزقش لينا صابلي. هذا هو الشكل ديال صابلي ديالي، شويه ما طاح كلشي، هذا هو الشكل تاع صابلي، نتمنى انه يعجبكم. وهنا البنات غادي ندوز باش نزين شكل تاني اللي خدمت بناباج، وهاد العقيقات هادو الصراحه خصهم يكونوا في البيض، لقيتهم انا في الصومو ماشي مشكل. قلت لكم ناباج عندي راه طابخه، واخا شفتو بيض راه طبختو غير واحد الطبخه صغيره باش غير نحيد منو هاديك الرطوبه. صافي غادي نحط الشوكولات ديالي من الوسط ديال صابلي، انا خديت العقيق غادي ندير الوسط منها، خديت معلقه ديال البلاستيك باش ما يبقاش يتلصق ولا نخسر ليه اللون ديالو، تيجي على هذا الشكل هذا. صافي البنات من بعد غادي نزين الحاشيات باللوز إفيلي، ولكن ما محمراش. علاش ما حمرتوش؟ حيت بغيتو يبقى ابيض. من الاحسن انكم تحمروا لانه تعطي واحد النسمه ما زويناش بزاف. الا بغيتو اللوز يجيكم منسم ديروا واحد التحميره تكون خفيفه. صافي البنات غادي نزين صابلي ديالي على هذا الشكل هذا،
صافي البنات، هذا هو الشكل ديالي تيجي على هذا الشكل. كيفما قلت لكم ما تكثروش الشوكولات في ملونه الشوكولات في المنطقه الاولى، لانه تيطلق يعني ما حدكم تتحركوا وهو تعطي له الكتم. اتمنى ان الصاب يكون سهل ما يكونش معقد، صراحه تنشوفوا ما معقدش يعني شكيله ساهلين انهم يداروا راقيين بزاف. وتتمنى انهم عجبكم، ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه ودعموني ببارطاجيو الفيديو، خلوا لي كومونتير ضروري حتى نتسناه منورا كل فيديو. هذا هو الشكل الثاني اللي طلبته مني، كما تشوفوا صابلي راه رقيق بزاف نفسي. تندير نباج والشوكولات الابيض، ومن بعد هاد لي فخوي هادو تنحطهم هكا يعني ما تنعسلهم ما والو، غير تنشدهم وتنحطهم وسط من نباج، هما تي نباج تيتشدوا يعني ما تيطيحوش لينا باقي. صافي تندير هادوك صفر خضر احمر وتندير عليه اللوز ايفيلي من الفوق. نو ها الشكيلات ديالي جاو على هذا الشكل هذا، وغادي نكمل ثاني الشكيلات هذوك 10 حبات كاملين وغنوريهم لكم كي دايرين بس عليهم. هذا هو الشكيلات ديالنا البنات، نتمنى انهم يعجبوكم. صافي البنات دابا غندوز لهذا الشكل اللي انا صراحه حرت فيه، انا درتو ما عرفتش باش غادي نزينو من الاول، يعني من الاول انا هي طبعته وحطيته وبقيت تنخمم باش غنزوقو حتى الاخر، قال لي راسي ندير ليها الطريقه هذه. نتمنى انها تعجبكم. هو صراحه تجي في واحد بابي صغيره تدار في اللوينات تجي زوينه. انا ما كانتش متوفره عندي ما شريتهاش ما لقيتهاش، قلبت عليها ما لقيتهاش صراحه، طبعت عاد خصني نقلب على الطابع على باش غنزين ما لقيتش، استخدمت الطريقه هذه كيف ما قلت لكم. تتمنى انها تعجبكم. صافي البنات هنايا من بعد ما زينت بملون ماشي ملون هو يبريو في الذهبي، غادي ندير الكوك وغادي يكون الشكل ديالنا على هذا الشكل هذا. صراحه البنات انا ولا تنصاوب صابلي تفكرت صابلي ايام زمان، صراحه ما كاينش ما احسن من صابلي الطبيعي، صابلي ديال ايام زمان كان ولا ما عرفت الصغور ولا المهم كان واحد صابلي خطير، دابا راه كثر عليه الزواق مسكين. هذا هو الشكل هذا تفكرت بغيت نديرو لكم. هذا هو الشكل الاخر الاخير اللي عندي، غادي نلصق نفسي بالشوكولات كمية قليلة علاش حنت هو تيقصح،
يعني درت واحد الكميه كبيره، انا جيتي تعديتي صحابي صابلي اللي قاصح، ولكن راه الشوكولاط وسط من صابلي تيكرم، فانا تندير واحد الكميه قليله وصافي. صافي البنات، هاد الشكل حتى هو بحالو بحال اللي قبل منه، انا حتى طبعتو حطيتو عاد غتعجب ليه. المهم هادي غادي نرد الدوب، وهنا زينت بهذه الطريقه هادي، تنتمنى حتى هو انه يعجبكم. ما تنساوش انكم تخليو لي التعليق واش عجبكم ولا لا. صافي البنات، نتمنى انكم تزعموا على هاد الوصفات، راه ما صعيبه حتى شي حاجه. الحاجه اللي درتها المره الاولى والمره الثانيه اكيد غادي تصدق لكم. ما تنساوش اني اختكم، تنتسناكم دائما هنا في القناه، دائما خلوا لي الكومونتير الا بغيتوا شي توضيحات ولا درتوا الوصفه وما صدقات لكم شي حاجه، دائما رجعوا سولوا وانا اكيد غادي نجاوبكم، وما عمرني غادي نبخل عليكم حتى شي حاجه. فهنا البنات قلت لكم هاد الشكل حتى صاوبتهم حتى نتعجب لي اش غنزين اش غنزين. اختاريت انا ندير لهاد الشكل هذا واللوز ايفيلي، ساعه اللوز ايفيلي ما بقاش عندي اللوز صايم، فضمقته صافي كما غادي تشوفوا، بحال ما لقيت هذوك الحبيبات ولا هذوك طريفات تاع صابلي صايمين. صافي البنات، هذا هو الشكل اللي جاني، نتمنى انه يعجبكم كي قلت لكم. وهذا هو احسن صابلي، هو صابلي ايام زمان. وغادي ندوزو دابا للشكل النهائي. ما تنساوش الدعم، اشتراك في القناه، الا كان هذا اول فيديو غتشوفي فاشتركي في القناه واكيد ما غتندميش. اما الفيديو السابق فانا درت لكم فيه عجينه ديال صابلي اللي تنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش الدعم، وما تنساوش ولا ما تدخلوش عليا بالكومونتير، فانا كل ما تنزل فيديو تنتسنى في الكومونتير ديالكم، فما تدخلوش عليا بها.